اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بضيوفي الكباتن الكبار كابتن ماهر همام. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك، منور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك يا هيثم، اهلا بيك. وكابتن طبعا محمد حشيش منورنا ومنور قناه النادي الاهلي ودايما متالقين يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك. باكات تقال يعني نورين الدنيا كابتن. كنا عايزين واحد في المباراه، واحد يعني واحد. العود جاهزه جوه يا كابتن، العود جاهزه، نمضي وتوكلوا على الله. وارد وارد. احنا دايما اتعلمنا انه يعني لما بيبقى في خساره او في مطب، نعم، انه نتعلم منه عشان ناخد بالنا كمان في اللي جاي. بس تقييمكم بدايه وبعيدا، الناس مش راضيه عن السكور ومتفقين انه الاهلي ما كانش يستحق السكور ده، لكن عايز تقييمكم لاداء النادي الاهلي. ابتدي مع كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هارد لك لعيبه النادي الاهلي، بنحييهم على الروح والاداء والاخلاص داخل الملعب، وهما كمان بيقابلوا نادي القرن الاوروبي، فرقه مصنفه رقم واحد على العالم، عندها لعيبه ستوك حاجه تفرح يعني بصراحه. أيوة. يعني حتى الاصابات اللي ما فرقتش معاهم، موجودين ما فرقتش معاهم، فده بياكد لك قيمه هذا النادي او قيمه هذا الفريق. كل اللعيبه اللي موجوده امبارح دي لعيبه دوليه ونجوم في منتخباتها ليفل 1. مفيش لعيب في كلاس اي طبعا. هو الريال هيجيب لعيب نص نص ولا طبعا. وفي نفس الوقت كمان احنا بطل افريقيا طبعا. أيوة. ونادي القرن، والحمد لله يعني كانت المباراه يعني هارد لك وباد لك بالنسبه لنا، لان احنا كان عندنا فرص يا هيثم احمد كنا نقدر ممكن نستغلها. غيروا شكل المباراه. بالظبط، غير شكل المباراه وشكل الاداء. لكن هي كره القدم كده، اليوم ما بقاش يومك بتستقبل، وبعدين انت بتستقبل من 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 من, من عملاق الغلطه بفوره بعقاب، يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره يعني. فطبعا وانت عارف ان المباريات بتبقى اخطاء، عشان اكسب اكيد لازم يبقى في اخطاء ممكن تكون من مدافعين يستغلها المهاجمين. دي ثانيه ثانيه الغلطه بتتعاقب عليها بهدف، بتتعاقب عليها. ودي حاجه من ضمن الحاجات، احنا طبعا هنتكلم على الدروس اكيد اللي ممكن نقدر نستفاد منها من هذه المباراه. الحاجه الثانيه بالنسبه لاداره النادي الاهلي بصراحه ما قصرتش. احنا كنا محتاجين فيرود، لكن الناس فعلا اجتهدوا بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت في الاثنين المهاجمين، الراجل البرازيلي والراجل الافريقي اللي كانوا محترفين في تركيا. وسبحان الله المحاولات، لكن مبالغه في الاسعار كانت صعبه، وفي نفس الوقت كمان كانت مشاكل النادي مش عايز يسيب وقصص يعني. لكن ما توفقناش فيهم. مش كل صفقه حضرتك بتقدر تخش فيها تتوفق. اداء بصراحه يعني كلنا كان قبل اللقاء عندنا ثقه. نعم. وجماهير النادي الاهلي واحنا كمان. طب كابتن الثقه دي كانت جايه منين؟ معلش يعني احنا كجمهور كنا دايما نقول ايه؟ لا ان شاء الله. وبنحلم وعندنا ثقه واثقين في اللعيبه. جت منين الثقه دي؟ جت من الثقه ان احنا نقدر نكسب ريال مدريد. الثقه يعني جت من قبل المباراه، واحنا طبعا كان عندنا 15 مباراه ادينا فيها بشكل جيد. ثقه المدرب كولر وهو بيشتغل باحترافيه، ثقه اللعيبه في الجهاز، ثقة المجلس في الجهاز الفني واللاعبين، جماهير النادي الاهلي اللي كانت يعني سعيده جدا ان النادي الاهلي بيروح لكاس العالم للانديه. المباراتين اللي قبل الماتش قبل مباراه اوكلاند وسياتل يعني كان كل ده بيدي لك مؤشرات انك انت لا لازم تطمع. وبلغه الكره لا لازم نطمع، لان احنا كمان بقى عندنا خبرات وعندنا متواجدين في البطوله دي اكتر من 8 مرات، فاحنا عندنا بقى الخبرات اللي احنا نقدر نغير المكان اللي احنا موجودين عليها، نطمع طبعا في النهائي. نعم. فده كل دي كانت مؤشرات رايحه للناس وكانت واضحه للناس. لكن سبحان الله زي ما قلنا، في يوم ساعات في الكوره بيبقى مش يومك. صحيح. اليوم ده ما كانش يومك. انا عايز اقف شويه مع كولر كابتن حشيش. فكره ان يعني لو جبنا 10 مدربين قلنا لهم انتوا هتلعبوا ماتش مع الريال، 9 منهم هيبقوا متخوفين جدا وبيلعبوا جيم مقفول جدا وبيحاولوا يطلعوا باقل خسائر ممكنه. صحيح. لكن واحد منهم وهو مستر كولر امبارح الحقيقه لعب جيم بياكد على اكتر من معنى. واحد انه مدرب مدرك تماما لشخصيه النادي الاهلي، مدرب ممكن يقدم بصمه في اللي جاي. خد بالك. صحيح. احنا بنتكلم على شهور بسيطه جدا، مش موسم واثنين. وبالتالي كولر يمكن النتيجه ظلمته، لكن انا الحقيقه حابب اديله حقه. هي دي النقله اللي نقلها كولر للنادي الاهلي. لو نرجع بالذاكره كده لماتش بايرن ميونخ في نفس البطوله. ايوه. انت كنت تقريبا بتلعب مدافع، تعتمد على الحاجات المرتده على استحياء، واتغلبت 2.
اللي مزعل الجمهور النادي الاهلي ان امبارح الاداء كان كويس وفي اداء هجومي، يمكن انت وصلت المرمى ريال مدريد قبل ما هم يوصلوا للمرمى بتاعك. مظبوط، بكره شريف وبعدها الشحات وبعدها عبد القادر اللي لعبها، يعني كان المفروض يلعبها مره. ضيعت فرص، الفرص دي جايه نتيجه لهجوم منظم في بعض الفترات. مشكلتك ان التوقيت بتاع الاهداف كان صعب شويه، اكتر يعني حاجه او اكتر ظروف صعبه بالنسبه للفريق ان هو يتغلب الشوط الاولاني في الاخر 1-0 وانزل في اول دقيقه الشوط الثاني كمان 2، وانت مش بتلعبش فرقه محليه، انت بتلعب اكبر فريق في العالم من حيث الاسم وحصد البطولات ولاعيبه 850 مليون يورو التسويق بتاعهم، قيمه تسويقيه ولاعيبه وفرقه كسبانه كل فرق الارض. عشان كده انا برجع اقول ان بعض الناس قبل المباراه قالت في اصابات وفي كذا، انا طلعت ليله المباراه قلت يا جماعه البديل ده، بالعكس ده البديل ده عنده حافز اكثر ان هو ينزل، ومفيش حاجه اسمها في ريال مدريد اصل البديل اقل من كله مستوى واحد. لون امبارح حارس المرمى بديل كورتوا لعب جيم كويس جدا، كله يعني كره نشال، كره الطاهر دي عايزه حارس مرمى كبير جدا، وكره الشحات برضه اللي شالها. وعشان كده برضه ليله الماتش انا كنت هنا في القناه وقلت يا جماعه يعني مش عايزين نبالغ في الامل قوي، لازم نكون واقعيين، لان هي في الاخر بعد تفوق المدرب بتاعنا وتفوق اللعيبه هي مساله قدرات فرديه. انا بشوف المبالغه دي مكسب في حد ذاتها يا كابتن حسين، فكره انك انت تبقى رايح تلعب مع الريال بكل الفوارق اللي حضرتك بتتكلم عليها والفرق بين كره في اوروبا وكره في افريقيا عموما يعني، ويبقى في مبالغه وفي طموح وفي ثقه عند الجمهور، ده شيء مش ممكن يبقى غير مع النادي الاهلي. هو ده اللي خلاك تظهر ان كده. انت تظهر وتهاجم. لان انت برضو تامن مرة دي ما تعتبرش قليلة، انت رجلك هناك بقالك فترة ومحقق برونزية، وبرونزية دي مش سهلة. يعني برونزية دي مش سهلة انك تحققها، انت في الثلاث نسخ كسبت كل ابطال القارات باستثناء ابطال اوروبا ومدارس مختلفة. وبعدين انت ماتش امبارح انت لعب قبليه ماتشين في مدة قليلة قوي، سفر بين اوكلاند وسياتل الاثنين في وقت قليل، بذلت مجهود وكسبت مدرستين مختلفة، الراجل جاي اساسا من البلد يلعبك، يا لسه اول صحيح. مباراه بيلعبوا مباراه في الدوري ما فيش من يومين وجايين بيلعبوه، ففي ناحيه برضو فيها نوع من الاجهاد، عشان كده الراجل لا هو غير. نظام البطوله سيء، وانا مش عارف ليه الراجل يعني ايه الفرق بين بطل اوروبا وبطل افريقيا، ده بطل قاره وده بطل قاره. لو حضرتك تفتكر البيان اللي طلعه مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بعد النسخه اللي فاتت وكان مدي 4 نقاط، انا فاكره كويس قوي لان انا كنت ليا الشرف ان انا زعت هذا البيان، وانا فاكر منهم نقطه ان مفيش تكافؤ فرص في بطولة العالم للانديه، وكان من ضمن النقطه اللي حضرتك تفضلت يا كابتن محمد قلت عليها ان ليه بطل اوروبا بيجي على قبل النهائي وبطل امريكا الجنوبيه امريكا الجنوبيه نافق الكلام ده كان في البيان بالزبط. كان في البيان وانه لازم تبقى يبقى في يعني انت لاعب ماتشين بثلاثة صفر مش بس الماتشات، عدد الماتشات انت بتتكلم ان احنا رايحين يعني انت بتتكلم صفر. على ماتش ريال انت رايح تعالى نبص ماتش فلامينجو بالزبط. انت فلامينجو جه من البرازيل على طنجه وقعد فيها بالزبط. انت جيت على تطوان ورحت لطنجه ولعب برضه ماتش واحد طب ليه؟ ولعب يعني ماتش قبل النهائي قبلك بيوم يعني لعب هو الثلاث مع الهلال عشان انت لعب الاربع تقدر انا من وجهه نظري تقدر توصل للفاينل لازم نظام البطوله يتغير لانه لازم هو النظام النسخه اللي جايه مفترض انه مختلف تماما عدد الانديه هيزيد واخدوا 3 من اوروبا و3 يعني هتبقى هو ده الفير انما مع ذلك الاهلي برضو الجمهور كان عنده طموح زي ما احنا بنقول لان عارف ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بتوع التحديات ومروا بظروف اصعب من كده وعملوا مباريات كويسه وكان عندنا امل لان احنا احساسنا كان عالي قوي الفتره الاخيره بمستوى النادي الاهلي ولاعيبته ومستوى الجهاز اللي موجود فعشان كده الطموح. وبعدين خلي بالك انت اللي ما اتفرجش على الماتش امبارح ما صدقش يعني النتيجه 4 دي اللي اتفرج على الماتش يا جماعه امبارح ما قالش النتيجه دي هو ده مزعل الناس النتيجه دي لا تليق بالاداء اللي عمله النادي الاهلي لان انت كان في نقط معينه كان ممكن تغير الماتش خالص يعني كرة قفشه دي كان ممكن ترجعك تاني 2-2 خلاص زودت المعنويات التوتر لريال مدريد بالزبط. ممكن ربنا يكرمك بهدف بالظبط ان شاء الله توصل ضربات جزاء هتوصل ممكن في يبقى في كلام وقلنا الكلام ده برضو من الحق معلش في الجزئيه دي عشان برضو في جزء من الجمهور بيبقى غيران قوي على اسم النادي الاهلي فممكن يجي على لعيب ولا 2
ممكن يكون في لعيب اخطا فتسبب في دخول هدف في مرمانا او عمل ضربه جزاء علينا، او لعيب ما وفقش او ما ركزش في اللمسه الاخيره فضيع هدف شبه مؤكد للفرقه، كل ده اثر على سير المباراه على السيناريو. ازاي يا كابتن مابر تشوف القصه دي؟ يعني لما باجي اظلم قفشه مثلا اقول ضيع هدف مؤكد وما كانش ينفع يضيعها، او متولي ازاي يتسبب هو وديانج في الهدف الاولاني، وخصوصا انه مشوار البطوله ما انتهاش واللعيبه دي عندها مباراه مهمه جدا كمان اقل من 48 ساعه. بص يا احمد، ده الفرق اللي بيننا وبين ريال مدريد. احنا بنتكلم عن نادي القرن رقم واحد، واحنا شرف لينا كمان ان احنا اللي جايين وراه، احنا بننافس ريال مدريد على البطولات اللي بيننا وبينه. أي. فيعني الامور قربت، لكن عايز اقول لك وارد صعب يعني في المباراه اللي فيها ريال مدريد وبايرن ميونخ، المباراه دي بيبقى فيها شيء من يعني خضه يعني بعض الشيء رهبه شويه، خصوصا في بعض اللعيبه اول مره تروح كاس العالم للانديه تشارك بهذا الشكل. يمكن الشحات ما كانش قلقان انه شارك في اكثر من نسخه، الشحات يمكن هم اقصرهم صحيح. وبعدين الشحات كمان جهز نفسه للبطوله دي، لان هو قبل البطوله بمبارتين ثلاثه رجع للمستوى اللي هو استعدادا للبطوله دي، لانه عارف رايح البطوله عنده رهبه لازم يرجع، عارف انه عنده خبرات بالزبط. من اللعيبه اكتر لعيبه شاركت في البطوله دي، لعب جيم حلو قوي امبارح، جيم جميل. لكن عايز اقول لك حاجه يا احمد، في اوقات كده لو انت مش مركز ومش مصحصح، انا هتكلم على الشق الدفاعي ثم الجزئيه بتاعت الشق الهجومي، لسه كنت بتكلم مع حشيش، لو انت مش مركز طوال ال 90 دقيقه في حته الرقابه والتنظيم وقربك من الخصم ومحاوله انك انت ما تغلطش، لان دي كلها المفروض بتبقى موجوده في حسبان المدافع، ان انا عايز طوال ال 90 دقيقه مصحصح، طوال ال 90 دقيقه ما اغلطش، طوال ال 90 دقيقه اقدر اشتت تحت ضغط، طوال ال 90 دقيقه لما تجي لي الكوره والمهاجم بعيد عني ابدا هجمه صح، طوال ال 90 دقيقه رقبتي شغاله وبكلم اللي حواليا، طوال 90 دقيقه بسمع صوت الشناوي، طوال 90 دقيقه فين المهاجم، هو جنبي ولا ورايا ولا قدامي، والمساحه قد ايه بيني والمساحه صحيح. بعيده ولا قريبه، فدي كلها عوامل تخليك انك انت طول ما انت مركز في مبادئ الدفاع الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، خد بالك بتحافظ بشكل كبير جدا على نتيجه المباراه. لان طول عمرنا بيقول لك ايه، ده مطلوب من 11 طبعا، بيخشش فينا 11 لا بالظبط، كابتن قصده على المدافعين بشكل ده لعيب احمد على يعني لعيب اكتر على المدافع، لان المدافع غلطته جون. بتترجم جون. بجون بالظبط، بتخلي الفرقه خسرانه واحد او اثنين، انما المهاجم لو ضيع عنده فرصه بس طول ما انت مفيش جوان عندك ممكن تكسب في اي وقت، هي ده الفرق. بالزبط. كلام حضراتكم 100% صح، الضغط على وبعدين يا احمد كمان قفشه وارد ان انا كمهاجم ان انا جات لي كوره ما وفقتش ان اجيبها جول، واخد بالك، لكن جات لنا اكتر من 3 4 فرص، فلكن المدافع يا عيني هو اللي محطوط تحت المنظار يمكن على طول. يمكن يا كابتن انا بصفك على متولي صراحه، متولي يمكن اول مباراه كبيره بالشكل ده، انت يعني هتشيل المتولي لوحده؟ لا مش قصدي، انا بتكلم على المدافعين، بتكلم مش قصدي، لا والله انا بتكلم على الجزء الدفاعي، عايز اقول لك يا هيثم، خد بالك تملي الخطا لما بيجي في الجول، خد بالك بيبقى خطا مركب. ايوه صحيح، الا في حاله واحده بس، لو انا شديتك واخد بالك انت وجبت ضربه جزاء، ده خطا انا المسؤول عنه. انا مسؤول عنه صح، ما عدا ذلك بالنسبه للمتولي الباص جاي له عاليه، الباص جايه هي كره موفقه فيها، بس احنا عايزين بقى الدروس المستفاده من الحته دي. قبل الدروس المستفاده انا بس وهبعد شويه عن ماتش ريال مدريد، انا شايف ان البطوله دي، او ده احساسي الشخصي يعني، ان البطوله دي رغم انها تامن مشاركه للنادي الاهلي، لكن المكاسب والبروباجندا طبعا وردود الافعال والاهتمام والتقدير اللي بياخده النادي الاهلي في المشاركه دي تحديدا مختلف عن كل المرات اللي قبل كده. مكاسب الاهلي اتحققت بره الملعب في البطوله دي مختلفه عن كل المرات اتحققت قبل كده. كابتن هو المكسب كمان ان انت لازم يعني، واعتقد الناس كلها تستفيد من الحته دي، انه ان انت بتستفيد من الخبرات. ايوه اللي انت شاركت، اللي ما شاركش قبل كده شارك، بقى عندك التيم ده في معظمه شارك في اكتر من بطوله قبل كده، بتتعامل او بتلعب مع مدارس مختلفه، لازم تكسب خبرات. ماتش امبارح لازم اتعلم حاجه،
ان انت الخطا بتاعك حتى لو في نص الملعب بيترجم جون عليك مع الفرق المستويات العاليه. طبعا ممكن في الدوري المحلي لا ما بتتلحق بتتعوض بجون بيلحق او هو بيضيعها، انما بدليل حاجه لما تيجي تلاقي الفرص بتاع النادي الاهلي امبارح تلاقيها اكتر من ريال مدريد، بس هم الفرص اللي جات لهم جابوها. ايوه انت جات لك كذا فرصه، يعني لو اتكلمنا على الفرصتين بتاعت قفشه وبتاعت شحات وبتاعت شريف وبتاعت محمد طاهر، محمد طاهر في كلهم جايين من كوره من لعب، يعني انت فاهم ازاي كل دي الفرص دي ما جاتش، كنت جبت منها واحد او اثنين كان الموضوع انتهى وركبت الماتش. فهو برضو يعني عايز اقول ايه، إن سواء المدافع او المهاجم لازم استغلاله. ويمكن كان كولر يعني يمكن اول ما جه كان عنده حته لما كان في الماتشات عندنا تعادلات وكده، فبيقول انا يعني حته المهاجم لازم اوصل، لان المهاجم بيجيب جون من نص فرصه. ما ينفعش النادي الاهلي يوصل 15 مره ويجي جون او مجيء، ما ينفعش. صح. في الماتشات العاديه هنرجع نقول انها تمشي، انما الماتشات الكبيره اللي زي دي ماتشات نوك اوت ما ينفعش. نص فرصه بدليل حاجه بقى عايز اقولها، انت هتوصل مع الريال كم مره؟ انا عايز اقول لك بدليل حاجه كمان بقى، بص الخبرات والفروقات اللي انا بقول لك عليها، الجون الثالث والرابع الراجل بكل ثقه وهدوء بيعمل كده والتاني بيحطها بكعبه يعني انت ده الخبرات وده التقل. بس احنا وقفنا بعد الثالث طبعا. انا عايز اقول لك بعد الثالث خلاص الماتش لسه كنت بكلم حشيش واحنا بنلعب بايرن ميونخ ايامنا احنا، فانا مع مولر طوال 90 دقيقه احنا كسبين 2-0 في الدقيقه 90 مولر جاب جول في ثانيه انا بدور عليه. ايوه يعني وراح فين؟ وراح فين؟ وفي الدقيقه 90 الماتش خلص خلاص، فراحت رايحه مولر زي حشيش كده تك عملها كده بدماغه جول. فانا عايز اقول لك ان خد بالك المصنف رقم واحد ده لحظة. عشان كده بدفع فيه بقى الملايين وبدفع فيه المليارات دي وقاعد مستني بيلعب المباراه كلها عشان الغلطه دي ومستنيها، هربان منك مستنيها وقت انت طول ال 90 ده مركز معاه وفي ثانيه واحده من هنا بقى انا عرفت دي بقى من الدروس المستفاده اللي بقول لك عليها. انا كمدافع اكيد طبعا متولي هيستفاد بشكل كبير جدا من هذه المباراه. واكيد طبعا برضو في من ناحيتهم هم لازم نبقى منطقيين واقعيين، كل الفرق يعني هم من ناحيتهم كبرياء البطل، يعني اكيد انشيلوتي قال لهم فرقه الاهلي دي طمعانه فيكم ونازله عشان تكسبكم، عارف عليكم بان في لا عارف التصريحات اللي قبل الماتش التصريحات اللي قبل الماتش وبانت من فرحتهم بالاهداف. طبعا ريال مدريد في العادي ما بيبلغوش فرحته، صح لما النهارده في الهدف الاول تلاقيهم بيجروا يعني الفرحه بالهدف بعد ضربه الجزاء بتاعتنا بتاعت معلول. شوف الكاميرا لما جت على انشيلوتي كان شكله عامل ازاي، بدا يقلق لان انت صعب 2-0 وتلاقي فرقه جايه لا وقبلها مضيع فرصه والكاميرا لما جت على فرقه الاهلي وهي رايحه تجيب الكوره من يعني مفيش حد احتفل بالهدف صحيح، لعيبه رايحه تجري بسرعه عايز تجيب الكوره لانه هم مقتنعين ان هم عايزين يعوضوا. واحمد العشر دقايق اللي بعد الهدف بتاع معلول الكوره بتاعت قفشه ده الراجل قال لك ده الناس راجعه تاني في رومنتادا جايه يعني انت فاهم ازاي. فلا انت حسيت ان انت فرقتك انت ساعات تقول ايه يعني الفرقه يعني ما بتروحش، احنا بنلعب في نص الملعب ما بنوصلش. ايوه فانت عندك الشق الدفاعي وعندك الشق الهجومي عملته كويس فده اللي خلى شخصيه للفرقه ان الشخصيه دي تاني امبارح برضه الحقيقه الشوط الاولاني حشيش البطوله كلها لعب جيم امبارح الشوط الاولاني اللي بيتكلم عليه حشيش ده التنظيم الدفاعي وتقارب الثلاث خطوط وحته يعني تحس بالطمانينه كده رحنا بيها لحد دي 44 لعبت وان تاتش في الشوط الاولاني جت فترات تلعب وان تاتش. طيب عايز انقل معاكم للاهلي وفلامينجو لانها ما زالت مباراه مهمه جدا، يعني احنا بنتكلم على مباراه يعني تحقق برونزيه رابعه في تاريخ الاهلي، بس خلينا نقول يعني متابعينا انه تم خلاص تحديد حكام او طاقم تحكيم في مباراه الاهلي وفلامينجو ان شاء الله يوم السبت. تحب تقولهم هيثم؟ يعني هو طبعا الحكم الجزائري مصطفى غربال ده طبعا حكم محترم جدا طبعا جداً حكم من افضل الحكام في افريقيا والعالم كمان مساعد اول الجزائري مكران جراري ومساعد ثاني التونسي خليل حساني، الحكم الرابع الاورجواني اندرياس ماتياس وحكم الفيديو الفنزويلي خوان سوتو ومساعد حكم الفيديو الكولومبي نيكولاس جالو. يمكن دي يعني مصطفى ليه ذكريات معانا كويسه، مش ذكريات يعني أيوة ولكن أيوة ذكريات في ادائه كنترولو في الملعب وشه حلو علينا يعني معلش احنا مش عايزين نتفائل ولا حاجه اقول لك قناه الاهلي بتتفائل لا بس انا غير الاستعداد للمباراه هيثم
انا قلقان جدا من النقل، يعني طبعا في صعوبات انك بتسيب الرباط وتسافر ترجع طنجة مره ثانيه. 48 ساعه بين ريال مدريد، مخلص مع ريال مدريد ورايح العب بطل كوبا ليبرتادوريس بعد 48 ساعه، وفيها رحله صفر واربع ساعات يا احمد لا وفي حته نقطه كمان يا احمد انت ناسيها، تمرينه النادي الاهلي النهارده كانت الصبح قبل الغداء الساعه 12:30. يعني طبعا اكيد رجعوا من ماتش ريال مدريد، يعني اكيد اللعيبه بتبقى عندها ضغط عصبي، نامت متاخر. صعوبه الماتش اللي جاي هي الكلام اللي انتوا بتقولوه. طيب خلينا واحنا بنتكلم على ماتش الاهلي وفلامينجو نشوف تقرير عن المواجهه ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت اللي جاي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع. هنشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فلامينجو البرازيلي. وما تنسوش يا جماعه ده فلامينجو بطل كوبا ليبرتادورس وبطل البرازيل، فريق بالتاكيد مش هيكون سهل على الاطلاق، ومباراه كبيره بكل ما تحمله الكلمه من معاني. ونرجع نكمل كلامنا مع كابتننا الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام في الاهلي في المونديال بعد التقرير. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فلامينغو البرازيلي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والمحدد لها 17:30 بتوقيت القاهرة مساء السبت المقبل. وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية، فيما قاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، واستمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران، وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بفقرات جماعية وتقسيمة قوية، فيما حرص كولر على الحديث مع اللاعبين مجددا وطلبهم بنسيان مواجهة ريال مدريد والتركيز فقط على مواجهة فلامينغو البرازيلي من أجل الحصول على الميدالية البرونزية. وطلب الجهاز الفني لفريق الأهلي من لاعبيه التركيز التام وبذل قصارى جهدهم أمام فلامينغو، مؤكدا أنهم قدموا مستوى جيدا أمام ريال مدريد بغض النظر عن نتيجة اللقاء. صعوبة مباراة فلامينجو انه الفريق زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوه فريق بيتميز بالسرعة، الباصة السريعة والسرعة، وده اللي بيميز عامة الفرقة البرازيلية او كوبا امريكا. وكل الاداء او كل اللعيبة سواء لعيبة مطرودة او لعيبة مصابة، انا اتصور ان المباراة مش سهلة، دي رقم واحد فنيا. رقم اتنين المجهود اللي بذل من اللعيبة سواء في التنقل من مدينة لاخرى، وايضا التدريب في اوقات لازم يتمرن الفرقه، فاكيد دي صعوبه المباراه، صعوبه المباراه في المجهود اللي بذل قبلها وكمان من صعوبه الفريق. كابتن محمد يمكن اكيد ليك توقعات، شايف المباراه بشكل كويس، شايف المباراه فنيا يعني ممكن تمشي ازاي، شايف مستر كولر، هل مستر كولر هيلجا لنفس التشكيل اللي بدا فيه في ماتش ريال مدريد ولا هيقفل شويه؟ يعني انت شايف المباراه فنيا ممكن تمشي ازاي؟ هو صعوبه المباراه انك خارج من مباراه كبيره جدا، برضو اللعيبه في دماغهم السكور اللي جه والكلام ده، بتقابل منافس رايح عنك يوم زياده، فرقه جريحه جايه يعني المفروض ان حاطه في دماغها تلعب نهائي. صحيح. فبتلاقي نفسها بره، ظروف ماتش اللي فات مع الهلال طبعا ظروف كانت صعبه بالنسبه لهم، الطرد وان الهلال يكسب، فهم مش هيمشوا من البطوله دول على الاقل يحققوا ميداليه حفاظا على كبريائهم يعني. طبعا مليون في الميه، لانها برضو فرقه كبيره ولا يستهان بيها ومدارس برازيليه جامده، خاصه ان هم مش راضيين خسارتهم من الهلال بدليل طرد ثلاث لعيبه. طبعا في ثلاث لعيبه خدوا كارت احمر في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع، فهنا ده يوضح ان الفرقه مش قابله بالهزيمه، وشايفين هم ما كانوش يستحقوا. وعلى فكره تصريحاتهم كلها بعد الماتش ان الحكم كذا والحكم كذا وعمل معانا كذا، فكل ده دوافع للمباراه اللي جايه. صحيح، انه لازم يبدا من الاول عشان ما يحصلوش نفس اللي حصل مع ماتش الهلال. فدي دوافع. انا في نقطه يعني مش قلقان، ان شاء الله هنعديها باذن الله. انا عارف انه لعيبه الاهلي يعني متعودين على ده، بس لما اعمل مقارنه كابتن ماهر وكابتن حشيش بين وصولنا لقبل للثالث والرابع، ماتش الثالث والرابع النسخه الاولانيه اللي واجهنا فيها بالميراس والحمد لله كسبناه، وصلنا للثالث والرابع مع الهلال السعودي والحمد لله برضو ربنا وقفنا كنا واصلين الماتشات دي والدوافع عندنا موجوده والرغبه في تحقيق برونزيه كانت هدف اساسي. المره دي غير،
المره دي اللعيبه كانت حاسه قوي ان احنا قادرين نروح النهائي، فلما ما وفقوش هم ممكن يبقوا داون شويه. عندي 48 ساعه، ازاي اجدد الدوافع دي، ازاي اطلع اللاعبين من المده، ازاي احفز معنويا ونفسيا واجهز المباراه. اكيد في الملعب هتكون صعبه جدا. وزي ما انت قلت يا احمد، هو ما عندوش غير الفتره ديت حته الدوافع والاعداد الذهني والنفسي للاعبين، ان خلاص انت هتلعب بعد خلاص يعني 48 ساعه، فما عندوش حاجه يقدر. وبعض التغييرات اللي ممكن تحصل في الاماكن اللي يحصل فيها اجهاد من بعض اللعيبه، فالراجل طبعا نفسيا هيتكلم معاهم ان كنتوا طبعا بطل افريقيا، وان كنتوا عملتوا مباراه كبيره جدا في مباراه ريال مدريد، وكان دوافعنا اكتر، فرصنا كانت اكتر منهم، لكن هو ده حال كره القدم، في يوم بيبقى انت مش موفق فيه في الفرص اللي بتجيلك. الحاجه الثانيه لازم نحافظ بقى على اللقب بتاعنا اللي احنا الحمد لله ربنا وفقنا فيه ثالث مره. فيعني كمان حتى يعني بلغه الكوره ما طلعش من مولد بلا حمص يعني. صحيح. فاحنا الحاجات دي الراجل ما شاء الله يعني عنده من اعتقد كابتن خطيب اكيد هيتكلم معاه والخبرات. طبعا كابتن محمود الخطيب رقم واحد، ثم طبعا مستر كولر، جهاز المعاون مع اللعيبه، كباتن الفرقه الشناوي على راسهم برضك هيبقى ليه دور كبير جدا في لم الفرقه. الحاجه الثانيه احنا كمان بنلعب مع الفرق الكبيره دي، بصراحه بنحب نلعب مع الفرق الكبيره المصنفه خلاص، ما بيناش يعني لعبت النادي الاهلي ما عندناش حاجه صح نبكي عليها وحاجه ما نخافش عليها. وان درس ريال مدريد درس قوي جدا جدا بالنسبه لنا، فاكيد ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اخطاء موجوده في فلامينجو في الماتش اللي هو على الثالث والرابع، لان احنا استفدنا في الاخطاء اللي حصلت من الناحيه الدفاعيه وعدم احرازنا للفرص اللي جت لنا. ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا باذن الله في المباراه ديت الفرصه اللي تيجي نقدر نسكنها، لكن الدوافع واحده يعني انا فهمت كده كلام حضرتك وفهمت كابتن محمد ان زي ما فلامينجو عنده دوافع بالظبط احنا عندنا دوافع ويتساوى الدوافع طبعا، يبقى بقى هنا الاستعداد للمباراه. انت كمان يا هيثم، انت دلوقتي مصنف في البطوله 8 مشاركات، يمكن تاني اكتر فريق مشاركه في البطوله عدد لا احنا تاني اكتر فريق مشاركه في النسخ في النسخ، واول فريق او اكتر فريق لعب مباريات في بطوله كاس العالم 17 او حاجه زي كده، وتاني اكتر فريق كسب مباريات في بطوله كاس العالم. فانت عندك القاب في نفس البطوله، صاحب البرونزيه يعني انت عندك حاجه تدافع عنها. وبعدين اذا كنت انت داخل البطوله وعايز توصل للنهائي، يبقى تخرج من البطوله من غير حاجه ما ينفعش، فدي كلها دوافع. بس انا اعتقد ان المباراه اللي جايه دي يعني دور الراجل بتاع الاحمال بتاعنا عليه عامل كبير جدا جدا الله في عونه بصراحه. طبعا كان الله في عون اللعيبه بصراحه. خلي بالك فرقه النادي الاهلي تقريبا عدد اللعيبه اللي موجودين كلهم ال 22 لعيب دول شاركوا نعم، فمش مثلا انت عندك 11 والباقي ما بيلعبش فتخاف انك تنزل حد، لا كله لعب وكله موجود. ودي حاجه كويسه في كولر ان هو حتى الدوري بيفاجئنا بكل ماتش تشكيل معين، حتى في البطوله دي التشكيل الاولاني بتاع اول مباراه غير التاني في خط الهجوم مثلا بيتغير. فانت اهم حاجه في المباراه دي بعد الاجهاد الكبير ده العصبي والبدني انك برضو ان اللعيب اللي ينزل يبقى واقف على رجليه، لان انا مش عايز. طب كابتن، في خبر جالنا دلوقتي وبلغونا بيه ان الثلاث كروت طرد اللي تمت اعطائها لفلامينجو بعد مباراه الهلال هي تخص ثلاث اعضاء في الجهاز مش لاعبين وليس لاعبين. طيب فاذا هنا يعني الفرق زي ما هي كده يا جماعه، يعني قضي الامر. ده السؤال اللي كنا بنساله الكريم. خلاص هم عندهم غياب بسبب طرد في مباراه الهلال، وعندهم طبعا مصابين حالتين اصابه من اثنين اللعيبه. احنا برضو اتفقنا يا جماعه زي ما بنقول على ريال مدريد، بس احنا الخبر يمكن واحنا كنا في بدايه الحلقه مع كريم في المغرب قلنا الموضوع ده وسالنا على قصه الطرد اللي حصلت في الوقت اللي بدل الضايع اللعيبه ولا فاحنا احنا كنا فاكرين اللعيبه فبس بنصلح البديل زي الاساسي بالزبط. كلهم حاجه واحده اللي بينزل بيأدي واكبر دليل اللي احنا شفناه ماتش امبارح. انت عارف حضرتك اللي عمل لبس ايه؟ ان المدير الفني بتاعهم قال ان الثلاث لعيبه اتطرد فهو ده اللي عمل لبس معانا مش احنا لا بس. وكمان على موقع الفيفا هو حاطط ثلاث كروت حمراء
يعني ما حددش مين. فده ساب لغط والطبيعي ان يبقى اي بطل قاري يعني باختصار مش بطل محلي. أيوه. اي بطل قاري بيتمتع بكبرياء وبيتمتع طبعًا. بشخصيه طبعًا. وعنده من الدوافع ما يكفيه بصرف النظر عن مين غايب او مين مش موجود. برزيلية. هو مصنف احمد خد بالك كره برازيليه هنروح فين 19 واخد المركز الثاني في البطوله دي. هو برضك بس احنا بس انا هقول لك حاجه الجيل ده برضو اللي يميزه الجيل الحالي اللي بيلعب الهايزر انه كسر حاجز الرهبه ده طبعًا. يعني فوزه على بالميراس وفوزه على مونتيري المكسيكي وفوزه على سياتل ساوندرز وفوزه على الهلال والدحيل واوكلاند بالنسبه له مش رايح بطوله كاس العالم صحيح. وهو رايح يعمل تمثيل مشرف ولا يكسب ماتش ولا اتنين لا ده رايح والبرونزيه خليني اقول لحاج بمنتهى الصراحه بالنسبه للجمهور وبالنسبه للاداره وبالنسبه للعيبه والجهاز الفني ما بقتش طموح يعني يعني هي بالنسبه للناس كلها طموح دلوقتي البطوله يعني اقصى طموحهم ان هم يشاركوا في بطوله كاس العالم لكن بالنسبه للاهلي لما تجيب البرونزيه ما هياش طموح كبير قوي عشان كده الجمهور كان قبل الماتش يقول لك ليه لا هنكسب هنكسب انت بتلعب يا جماعه ريال مدريد لا هنكسب هنعملها بكره انما هو الظروف زي ما قلنا وبرده بعض الاخطاء وبعدين خد بالك حشيش كمان خد بالك الهلال قبلينا سبقنا يعني الهلال ادانا الدافع وادانا الامل ان احنا نكسب صحيح بس احنا برده عندنا باد لك في حاجه كابتن دايما في طريقنا بنصطدم ببطل اوروبا يعني احنا دايما للاسف يعني برده احنا هو مش طول الوقت برده هيثم احنا السنه اللي فاتت لعبنا مع بالميراس وخرجنا من ماشي بس قصدي اقول لك ان غالبيه المباريات يعني مع فرقه اوروبا قويه لكن هو السؤال بقى اللي ممكن نساله من كلام هيثم ده يعني ازاي ممكن الاهلي يعني الروح بجد روح الفنانه الحمراء بتعوض فوارق كتير جدا شخصيه الاهلي بتعوض فوارق كتير جدا لكن ازاي تعمل النقله اللي تخلي الاهلي لما يبقى رايح ينافس بجد وعنده القدره انه يحسم لقب البطوله بتهيألي هو ده الشغل اللي نشتغل عليه او تشتغل عليه طبعا اداره النادي الاهلي الفتره اللي جايه كل لازم يكون خد وقت اكبر لازم يبقى في دعم لازم كمان الاستفاده من الخبرات الماتشات دي هتتعاد والراجل هيوريهم الماتشات دي ومع المدارس المختلفه والنتيجه دي كانت كذا نتيجه لكذا لازم يبقى في تركيز من قدام ورا والاخطاء اللي احنا قلنا عليها يبقى في تقل اكتر من كده في ثقه اكتر من كده مفيش خضه لان احنا برضو الشوط الاولاني الاول 10 دقايق برضو تحس اللعيبه كانت قلقانه اول ما ال 10 دقايق عدت ومرور وده الكلام اللي قلناه قلنا لو كان يعني لو المباراه الشوط الاولاني عدى وبدات الشوط الثاني التوتر هيروح الناحيه الثانيه بالظبط فهي يعني لولا سوء الحظ الهلال وفلامينجو يعني ماتش استثنائي الظروف يعني طبعا بنبارك الهلال والهلال عمل ماتش كويس بس الظروف خدمته ودي الرياضه وانت فاهم ازاي عكس النادي الاهلي الظروف ما خدمتش النادي الاهلي في توقيت الاهداف اللي جت في رقم متشابه جدا يعني حصل مستر موسيماني اول ما جه للفريق قعد 22 مباراه بلا هزيمه تمام وكانت اول هزيمه ليه المباراه 23 من بايرن ميونخ سبحان الله يعني صدفه نفس الكلام مستر كولر 22 مباراه ولا هزيمه ويبقى هزيمته 23 من بطل اوروبا برضو يعني هل دي صدفه هل دي يعني انا برضو قعدت اتامل يعني نفس عدد المباريات بنفس اللي يكسر يبقى بطل اوروبا دي اكيد مش صدفه المفروض ان ده ما اكيد حاجه للنادي الاهلي ده ما يتحسبش هزيمه يعني صدفه اللي هزيمه مستمره لا بس ده يدللك النادي الاهلي لما بيقعد يعني بلغه الكره راكب ايوه طبعا ما بينزلش لما يخسر بطل اوروبا هنقول ايه هنقول انه سلسله اللا هزيمه محليا وقاريا مستمره لغايه دلوقتي مستمره لغايه دلوقتي انت بتتكلم على خساره من بطل العالم استثنائي كمان يا احمد هيثم الكوره بتاعت اوروبا بطل اوروبا يعني برضك فيها شيء من الخطوره حشيش طبعا من ناحيه لا دي كره تانية يا كابتن صراحه يعني صراحه معلش الاهلي يجتهد كما يشاء ويغرد منفردا لكن الكره في اوروبا في حاجات ما نقدرش فروقات بقى دي منظومه في فرق طبعا فرق في التحركات فرق في الباص سرعات فرق في السرعه يا كابتن ماهر ماتشاتهم كلها كده هناك يا كابتن ماهر التكتيكيه كل ده واضح قوي حشيش اللعيبه من اداء اللعيبه بتاع ريال مدريد كلهم لعيبه منتخبات وليفل وعدوا بالكلام ده كله نهائي اوروبا ده كتير ونهائي مش عارف ناس لعبت نهائي كاس عالم فيهم ويعني لا انت بتتكلم على مستوى
يعني غير المهارات والكلام ده، مستوى فكر تاني خالص. نازل الماتش بتفرق. هو بيستمتع، انت تلاحظ ان في المباراه هم يعني تشوف تحركات مودريتش. لا هم بداوا يستمتعوا بعد يعني بعد الثاني او الثالث طبعا كانوا قلقانين يعني بعد كده، قبل كده كانوا متحفزين. انما انا عايز اقول لك حتى والاهلي بيهاجم تحس ان اللعيبه الثانيه عندها الثقه في نفسها انها لا جايه انها يعني انت فاهم ازاي. لا يعني يعني توقعت تغييرات على الطريقه والاسماء في ماتش فلامينجو من مستر كولر. انا بص هو الراجل ده انا ما اعرفلوش تشكيل بصراحه، ما تقدرش تتوقع حاجه خالص يعني. بس هيحصل زي انا بقول لك في الخط الامامي كمان العامل الاساسي يا كابتن ماهر هو موضوع الاجهاد الفيصل في التشكيل، لان انا قلت لك كله لعب يعني انا مشيت خط الهجوم الاولاني غير الثاني، الماتش الاولاني غير الثاني غير الثالث، انت فاهم ازاي؟ بس انت اللي بدا تحشيش الاجهاد واقع على الخطين الخلفي بالظبط بالنسبه للمدافعين بالنسبه لنص الملعب، لكن الخط الامامي لا بيلعب فيه زي ما غير شويه ده كلامك بيغير ثلاثه في اول مباراه ومباراه عنده سته يبدل فيهم براحته وهكذا. طب هل شايف الخط الخلفي وحضرتك طبعا يعني كباتن كبار واكيد تعرضتوا للضغط الرهيب خاصه بتلعب قصاد اعنف مهاجمين في العالم طبعا يعني طبعًا. انا لما دافع في الدوري المحلي خمس ست مباريات وبلعب طول الوقت ما بقاش في ازمه كل مره، انما النهارده انت بتدافع على اقوى مهاجمين في العالم. تمام. النهارده الخط محمد هاني معلول عندك متولي عندك منعم، شايف ان هم يقدروا يكملوا بالاداء ده المباراه اللي جايه؟ هو لازم يبقى في عنصر جديد برضو يدي حيويه للاثنين المساكين. يعني انا في رايي وممكن اكون غلط يعني هي اصل هي مدارس صحيح انا ممكن انزل ياسر مكان مثلا متولي ممكن او اشوف مين اللي مجهد فيهم اكتر ممكن برضه هو يفكر في حاجه ان لو غير متولي ممكن يحسسه بالاخطاء اللي حصلت فممكن ما هي على حسب المدرسه مدرسه الاجانب برضه غيرنا شويه هو كمان احنا عمليين اكتر مننا من الناحيه العاطفيه يعني كولر كمان غير لنا الاستراتيجيه بمعنى شغله بمعنى ان احنا طول عمرنا عارفين ثبات التشكيل في الثلاث خطوط بصراحه ودي يعني هم اللي بدعوها الاجانب واحنا اتعلمنا منهم من خلال التشكيل لكن الراجل غير المفاهيم دي في حته التدوير طب عمل يعني طب نفس الكلام ده كان في المحلي يا هيثم احنا في المحلي نفس الكلام ده برضه احنا ثبات التشكيل في المحلي خسرنا الدوري السنه اللي فاتت ثبات التشكيل مع موسيماني وما تنسوش برضه كباتن انك الناس الثانيه بعيد خالص ما لعبتش وقال سبب التدوير برضك احمد قال الارتياحيه انا عايز اريح اللعيبه بلعب في خمس بطولات لسه كنت بقول لحضرتك احنا بعد الاربع معارك اللي بناخدهم في كاس العالم في خلال 10 ايام هنرجع دوري ابطال افريقيا بالتالي كان الله في عون اللعيبه بجد لعيبه الاهلي عشان كده هو درس النادي الاهلي حتى في الفتره اللي قبل ما يجي عارف ان اسباب الخساره بتاعت السنه اللي فاتت اعتماد على التشكيل وان الفرقه كلها كانت قوام 14 لعيب كانت ناس بعيده خالص اما جه يستعين بيهم ما فيش فقال لك لا انا لازم اجهز لان هو حتى قال في حديث قال ان في تلاحق مباريات وضغط جامد جدا لازم يبقى عندي 22 لعيبه جاهزه كله زي بعض واي اضافه اللي اضافها بصراحه تحسب لمستر كولر يعني احنا كل المدارس اللي جت قبل كده زي ما حشيش قال كانت على ال 14 15 16 ما فيش غيرهم لكن الراجل ده غير لنا الفهم ده بشكل كبير قال لك بلعب في اربع بطولات خمس بطولات ما ينفعش يعتمد على 22 كله يبقى جاهز واي 11 هيظهروا في شت الاهلي ان شاء الله في ماتش فلامينجو قادرين باذن الله. عايزين نفرح الجماهير يعني وطبعا نحط في تاريخنا برونزيه وليه لا يبقى برونزيه رابعه واحده ثالثه كمان على التوالي هيبقى انجاز تاريخي للجيل ده من اللعيبه وده بيتهيالي واحد من الحاجات اللي لازم يشتغل عليها وهتبقى واخدها برضو من فرقه جامده ومدرسه كبيره طبعًا برازيليه طبعًا فلامينجو طبعًا يعني لو خدت منه ان شاء الله الميداليه دي هتبقى حاجه كمان كبيره قوي كبيره جدا يا رب نورتوا الدنيا شكرا يا احمد هارد لك دي المباراه اللي ينطبق عليها مقوله هارد لك كان التوفيق مش معانا لكن باذن الله نبني عليها واللي جاي دايما احسن ان شاء الله للاهلي والاهلاويه كابتن محمد حشيش كابتن ماهر همام نجوم حلقه النهارده من الاهلي في المونديال شرفتونا ونورتونا شكرا على الكريم شكرا لك استمتعنا بحضراتكم جدا بارك لكم بعد الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله الاهلي في المونديال لسه مستمر معاكم فاصل ونرجع لكم انا وكابتن هيثم سعيد.